الرحمن الرحيم. أنا المتسابق أحمد الرويشد، مشارك معكم اليوم بسيارة من نوع نيسان بترول بمهرجان الأمير محمد بن فهد للسيارات المعدلة الثالث. طبعا السيارة مزودة بجهاز التيربو، السيارة تعمل على الميثانول، والسيارة طبعا مزودة من بكفرات من نوع جراف 35 أمامي، من نوع تواير جراف خلفي. السيارة حققت أكثر من بطولة، والسيارة من عمل ورشة خراج الرالي الصحراوي بالإمارات العربية المتحدة. السيارة حققت أكثر من بطولة، حققت المركز الأول في كل عوافي، والمركز الثالث في كل مرعب، والمركز الأول بمهرجان التابع لرالي حائل، ومهرجان بريدة حققت المركز الأول. السيارة طبعا حققت أكثر من بطولة، وهذا دليل على الأداء العالي الذي صممت إليه. نشكر قناة عرب موتورز. أنا موتور هيد. عبد الله رضوان من مدينة الرياض، حبينا نشارك بسيارتي الخاصة من نوع كورفت كولكتر اديشن لعام 1982، وهذه السيارة زي ما انتم شايفين صنعت كمية بسيطة للذكرى 30 عام على انتاج مصنع كورفت، وجينا نشارك الشباب زي ما انتم شايفين هنا في مهرجان محمد بن فهد للسيارات المعدلة، وما قصرتوا، وإن شاء الله نشوفكم في كل محل، وإن شاء الله نشوف زي المهرجانات هذه إن شاء الله بالرياض، ويعطيكم ألف عافية. أشكر قناة عرب موتورز. أنا موتور هيد. معكم سلطان السلمي من منطقة جدة، معايا سيارة من نوع كامري على ارتفاع 3.20 متر على مستوى الشرق الأوسط. شاركت في أكثر من مهرجان، هذا المشاركة الثانية في مهرجان الأمير محمد بن فهد حفظه الله. المهرجان الآن حصلت على المركز الثاني، والآن شارك سيارتي في أطول رفع 3.20 متر
قمت بتعديلات كثيرة، منها رفع الأبواب وتغيير في ملامح السيارة كامل، وشاركت في مهرجان مكة خير وحصلت على المركز الأول الحمد لله على كل شيء. إن شاء الله تكون التعديلات يعني مرضية للشباب السعودي والشعب السعودي. بشكر قناة عرب موتورز وأنا موتورز هيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أحيي المشاهدين. طبعا نحن جروب جدة بويز من جدة، عبد الجليل شاكر معاكم. طبعا هذه مشاركتنا للمرة الثالثة على الثوالي في مهرجان الأمير محمد بن فهد للسيارات المعدلة. طبعا هذه المشاركة كانت بعدد 9 سيارات معدلة، طبعا جبناها من جدة إلينا الشرقية. طبعا السيارة اللي هي أكثر شدت الانتباه وشدت الناس وعجبت الجماهير سيارة اللي هي ورايا، اللي هي سيارة لينكون مارك 7، طبعا عليها نظام الاير دانسر والهيدروليك القوي جدا. طبعا نحن متواجدين هنا ورايا الجروب كامل، جروب شباب جدة بويز. طبعا جو من جدة الشباب الله يعطيهم العافية، تشاهدونا على قناة عرب موتورز. معكم عبد الجليل شاكر من جروب جدة بويز. السلام عليكم، حيكم مبارك من مدار بايزر. مشاركين اليوم إن شاء الله في مكان الأمير محمد بن فهد سيارات الدراجات النارية المعدلة. زي ما أنتم شايفين أنا مشارك دراجة نارية نوع سيزوكي GSX-S1000 CC. الدراجة موديلها 2006. زي ما أنتم شايفين مغير لونها لون أسود مطفي، عليها بعض اللمسات الحمراء، دراجة منزلة، وأيضا نسوي لها ستريتش مركب لها عضوة نستخدمها في الدراج ريسنج، أيضا مركبين لها كفرات معينة تساعدنا في الدراج ريسنج. أيضا زي ما أنتم شايفين عندي مغير نوع الزجاجة، نخليها لونها أسود عشان تناسب لونها مع نوع الدبابة. شكرا قناة عرب موتورز، أنا موتور هيد.